فيما يخص سلامة الفرق الإماراتية هنا، جميع الفرق الإماراتية المشاركة في تركيا بخير وأمان، ويعني الفريق في مأمن كونه يقيم في مكان يعني يتضمن معايير سلامة عالية ومختلف معايير الأمن والسلامة متبعة في هذا المقر. بالنسبة فيما يخص عملية الفارس الشهم 2، كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة الانتقال الآن إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل. وأيضا كما تعلم مستشفى الإمارات الإغاثي في منطقة إصلاحية في محافظة غازي عنتاب أيضا يواصل استقبال المرضى وكذلك المتضررين جراء الهزات المتكررة وأيضا الحالات الطارئة وغيرها من الحالات، كون الفريق يتمتع أيضا بسمعة طيبة هنا في المنطقة وتعامل مع العديد من الحالات الطارئة بحرفية. والمستشفى يضم طاقم طبي إماراتي متخصص على أعلى المستويات. كذلك مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في منطقة أيضا المنطقة الأخرى هو يقوم بدور أيضا موازي لهذا الدور ويستقبل الحالات مختلف الحالات الطارئة، خصوصا وأن تلك المنطقة هاتاي تعرضت أيضا لهزات عنيفة خلال الفترة الماضية. إذن الجهود متواصلة في عملية الفارس الشهم 2، وجهود الفرق الإماراتية هنا على الأرض أيضا متواصلة في إعادة أيضا في هذه المرحلة إقامة مخيمات للاجئين وإعادة التأهيل، خصوصا بعد وصول أيضا الجسر الجوي إلى أكثر من نحو 136 طائرة، ومجموع المساعدات الإغاثية وصلت لأكثر من 3770 طن في سوريا وتركيا. إذن مجهود كبير تقوم به الفرق الإماراتية على الأرض، وأيضا الجهد ضمن عملية الفارس الشهم 2 مستمر سهيل من هنا في تركيا وكذلك في سوريا.